وعم بتطلع بالمراية بحاول شوف ايش ممكن تطلع. لا بكون عم بطلع هيك بالمراية بحاول شوف ايش يطلع معه، بالمرة مش شايف الشارع، فقاعدين ما بيكتفيك انه ينكش ويخاوب، اول ما يخلص نكيش قال لي هيك بعدين لازم نطلع شو طلع معه. بطلع هيك إنجازي هلا بعد هاي المرحلة كلها اللي هو سايق طبعا، بعد هاي المرحلة لسه بده يتعبدها ويحاول يرميها من الشباك المهم يحاول يتعبدها ويرميها من الشباك زي اللي يقولون فترة يعملون. هلا المشكلة مرات تكون شوي مبلولة صح هيك بتعمل؟ تكون شوي مبلولة فصعب انك تعبدها فبتطلعها من الشباك تنشفها او على اسمي بعدين بتعملها طويلة. فتخيلوا انك تكون بالمزايا واقفك شباك تخرج منها الشباك وخاصة فوق السيارة. لا والله سيدي ما بنكش. طب ورجيني كيف؟